هتعمل ايه لو صحيت الصبح ما لقيتش بيتك؟ البيت في دماغنا كلنا مرتبط دايما بشعور الامان، من اول الاطفال في الحضانه اللي كل ما حد يزعلهم يصرخوا انهم عايزين يروحوا البيت، لحد الكبار اللي بيحاولوا دايما يهربوا من البيت، بس مع اول تعب او حزن او اي مشكله بتحصل بيرجعوا له جري. البيت وطنك الصغير، مكان انت حافظ كل تفصيله فيه، تقدر تمشي فيه وانت مغمض. تخيل بقى تكون قاعد وسط اهلك مأنتخ على كنبتك الجميله وبتشرب الشاي، وشويه وهتدخل سريرك اللي ما بترتاحش غير عليه، وفجاه وفي خلال كام ثانيه كل ده ينهار تماما، والبيت ما يبقالهوش وجود على الارض، وانت واقف في الشارع واهلك مرعوبين ومحدش فاهم الناس بتصرخ ليه، بس تسمع من بعيد الحقونا زلزال. اهلا بيكم في حلقه جديده من المعماري، انا احمد علي، ويلا بينا نبتدي الحكايه. الزلازل واحدة من أخطر الظواهر الطبيعية اللي حوالينا. الزلزال مهما كان بسيط طبيعي جداً يخوفنا، لأنه ضد المنطق اللي احنا عارفينه من أول ما وعينا على الدنيا، إن الأرض ثابتة وكده كده شايلانا. أما الزلازل بقى اللي بنحس بيها دي، فدي أخطر بكتير. وهنا لازم نسأل نفسنا سؤال، هو إزاي الزلازل بتحصل؟ خلينا أقولك إن الزلازل أو الهزات الأرضية بتحصل نتيجة حركة في الصفائح الصخرية اللي موجودة في القشرة الأرضية. يعني إيه الكلام ده؟ الموضوع ببساطة هو إن الأرض بتتكون من مجموعة طبقات فوق بعض، والطبقات دي نقدر نقول إنها عايمة فوق النواهي الداخلية للأرض، وبتكون درجة حرارتها عالية جداً لأنها بتتكون من حمم بركانية تحت ضغط عالي، الحمم اللي بتطلع من البراكين، اللافا. المهم الضغط لما بيتغير، الصفائح اللي بقول لكم عليها دي بتتحرك فوق نواة الأرض وبتحتك ببعضها. الاحتكاك بين الصفائح ده هو اللي بيسبب الهزات الأرضية أو الزلازل، وحسب الاحتكاك بتكون شدة الزلزال. وخلينا أقولك إن الاحتكاك ده مش حدث نادر ولا حاجة، لأ ده كل سنة بيحصل في العالم 20,000 زلزال، يعني بمعدل 55 زلزال في اليوم، بس معظمهم زلازل ضعيفة ما بنحسش بيها أصلاً، ودول بتكون قوتهم على مؤشر درجة الزلازل من 1 لـ3 ريختر تقريباً. أما لو كان 4 أو 5 بنحس بالهزة بس تأثيرها بيكون ضعيف، اللي هي بتمرجح النجفة أو بنعرف عنها من الفيسبوك. لحد هنا تمام وزي الفل، وخلي الصفايح تلعب في قلب الأرض وتمسي على بعض عادي. المشكلة بقى بتظهر لو الصفايح زودتها شوية وقوة الزلزال عدت 5 ريختر، هنا بقى الموضوع بيكون خطير، زي زلزال 92 اللي حصل عندنا في مصر. ده كان قوته 5.8 ريختر، وتسبب في وفاة 561 شخص، أو زلزال تركيا اللي وصلت قوته لـ7.8 ريختر، وراح ضحيته ما لا يقل عن 50,000 واحد. وأكيد كلنا شفنا حجم التدمير اللي عمله في تركيا وسوريا، دي الزلازل القوية. أما بقى لو لا قدر الله على العالم كله، يعني لو حصل زلزال شدته فوق الـ9 ريختر، فده بينتج عنه طاقة تعادل تقريباً 25,000 قنبلة نووية. ده على حسب كلام مركز أبحاث ومعلومات الزلازل الأمريكي، يعني ده لو حصل مش هنلحق أصلاً نحكي عنه. وعلشان نفهم الموضوع أكتر، خلينا أقولك إن قوة تأثير الزلازل دي بتتوقف على حاجتين مهمين قوي. أولاً بعد المنطقة عن مركز الزلازل اللي بيسموها بؤرة الزلزال، تلاقيهم كده بيقولولك النهاردة إن حصل زلزال حس بيه أغلب سكان القاهرة، وبؤرة الزلزال كانت في حلوان. معنى كده إن أقوى هزة كانت في حلوان وأثرت طبعاً على باقي القاهرة، وكل ما بتبعد عن المركز قوة الزلزال بتقل. تاني حاجة بتأثر جداً على قوة الزلازل هي بعد المركز ده عن سطح الأرض، كل ما كان بعيد كل ما إحساسنا بالزلزال كان أقل. بس برضو في حاجة مش مفهومة، تعالوا كده نفهمها مع بعض. لو ركزنا شوية هنلاقي إن الزلزال في حد ذاته كده مش مخيف ولا خطر. يعني تخيل مثلاً إن يحصل زلزال وإنت ماشي في الصحراء، مهما كانت قوة الزلزال ده، إيه يعني أخطر حاجة ممكن تحصل؟ الأرض هتتهز بيك كام ثانية وتقف، أو هيكون زلزال تقيل شوية فهتقع وتتشقلب وسط الرملة، آخره هيعمل فيك إيه؟ هتقوم تقف وتنفض هدومك وتكمل مشوارك، وتروح تحكي لصاحبك عن الزلزال، وفعلاً ده أقصى حاجة ممكن تحصل. خطورة الزلزال الحقيقية مش في المساحات الفاضية، لأ، أصعب الكوارث اللي بتسببها الزلازل هي انهيار المباني، وهي دي اللي بتعمل المشكلة. مباني بالأحجام اللي موجودة عندنا في المدن دي لما بتتعرض لزلازل وارد جداً تنهار وتقع، وطبعاً ده بينتج عنه عدد كبير جداً من الإصابات، وفي أوقات كتير بتوصل لوفيات، وساعتها يتحول الزلزال من مجرد حدث عادي لكارثة طبيعية ومأساة إنسانية واقتصادية كمان. وده اللي خلى المهندسين يفكروا إزاي يقدروا يأمنوا المباني من الزلازل بحيث ما تنهارش وقت الهزة الأرضية. وهنا ظهر حاجة اسمها كود الزلازل، شوية مواصفات كده لازم المهندسين يلتزموا بيها وهم بيصمموا المبنى،
بحيث يكون قادر إنه يتحمل الهزات الأرضية دي، وخصوصاً في الأماكن اللي بيحصل فيها زلازل بشكل متكرر اللي بيسموها المناطق اللي موجودة على حزام الزلازل العالمي. وبالمناسبة في عندنا كود زلازل في مصر وتعدل كتير جداً بعد اللي حصل في زلزال 92، علشان كده هنلاقي المهندسين دلوقتي بقوا بيأمنوا نفسهم كويس جداً، يزودوا أعمدة في المباني، يزودوا من حديد التسليح في الأعمدة والكمرات، ما بقوش يقولوا الخرسانة حملت أسية وسرها باتع ومشيها يا هندسة زي ما كان بيحصل قبل كده. حسب فريق بحثي من جامعة أكسفورد، الإجراءات دي خلت متوسط عدد الوفيات الناتجة عن الكوارث الطبيعية قلت بشكل كبير جداً في آخر 100 سنة، كان حوالي أكتر من 500,000 في السنة في العشرينات، ودلوقتي وصل ل20,000 في السنة. بس خلينا أقولك إن دايماً لغة الأرقام دي ظلمة الأرواح الناس. 20,000 نفس ده لسه رقم كبير. صحيح الأضرار قلت، بس لسه الموضوع محتاج شغل كتير، وده اللي خلى المهندسين يطوروا أكتر في الأنظمة الإنشائية علشان المبنى يتحمل الزلازل أكتر وأكتر. بس قبل ما نتكلم عن التطور اللي حصل في الأنظمة الإنشائية، لازم الأول نفهم هو يعني إيه أصلاً نظام إنشائي. لو رجعنا بالزمن شوية، هنلاقي إن المباني زمان أو المباني الكلاسيكية كانت الحوائط اللي فيها هي اللي بتشيل وزن المبنى، يعني بيعملوا أساسات في الأرض عادي جداً، وبعد كده يبنوا عليها الحوائط والأسقف. علشان كده تلاقي البيوت أو المباني القديمة الحيطان بتاعتها سمكها كبير جداً، ومفيش فيها فتحات كتير، وكانوا بيسموها الحوائط الحاملة، لأن هي اللي شايلة المبنى. بس بعد ظهور الخرسانة المسلحة، بدأنا نشوف نوع جديد من المباني، اسمه المباني الهيكلية. دلوقتي بقى في هيكل هو اللي بيشيل وزن المبنى، أعمدة وكمرات، نفس فكرة جسم الإنسان اللي شايله هو العظم، الحيطان اللي فيه اللي هي الجلد ما بتشيلش حاجة. علشان كده لو ركزت معايا في المكان اللي انت قاعد فيه وبتتفرج عليا منه، هتلاقيه عبارة عن أرض وحواليه شوية حيطان وفوقيك سقف، مش كده؟ كل حاجة موجودة في المكان ده سواء عفش أو غيره متشالة على البلاطة الخرسانة اللي هي الأرضية بتاعت الغرفة، والبلاطة دورها إنها تنقل الوزن لحاجة اسمها الكمرات، والكمرات بتوزعه على الأعمدة ومن الأعمدة للأساسات، وبعدين ارمي حمولك دي كلها على تربة الأرض. كده المبنى هيتشال من غير أي مشاكل مدام كل عنصر بينقل الوزن من غير ما يتكسر أو يحصل له حاجة، يسلم نظيف ويستلم نظيف. هي دي الطريقة اللي بيضمن بيها أي مهندس إنشائي إن المبنى آمن ونقدر نستخدمه ونعيش فيه. الأحمال أو الأوزان دي المهندسين بيسموها الأحمال الرأسية لأنها بتنزل بشكل رأسي من فوق لتحت. طب حلو قوي، فين بقى المشكلة؟ المشكلة بقى لما بيكون في زلزال والأرض بتتهز تحت المبنى، ده بيعمل حمل أفقي على المبنى لأنه ساعتها بيتحرك يمين وشمال وهو مش متصمم لده، فبيحصل تصدعات فيه وممكن ينهار لو الهزة الأرضية قوية. وهنا المهندسين قرروا يدرسوا المباني الكلاسيكية اللي تعرضت قبل كده لتجارب مع الزلازل ويفهموا منها سبب مقاومتها للهزات الأرضية علشان يطبقوا ده على المباني الجديدة. من ضمن الحاجات اللي وصلوا لها إن شكل المبنى بيفرق جداً في مقاومته للزلازل، يعني مثلاً لو المبنى دائري هيتحمل أكتر بكتير من المبنى المربع أو المستطيل، وده حل لغز كان محير البشرية فترة طويلة، وهو إزاي المسارح الرومانية زي الكولوسيوم في روما فضلت موجودة طول الوقت ده وفي مناطق زلازل نشطة رغم إن تقريباً كل المباني اللي حواليها تهدد واختفت تماماً من مئات السنين. كمان التناظر أو السيمترية عنصر مهم جداً في مقاومة المبنى للزلازل. المباني السيمترية عندها قدرة على الثبات وبتقدر تقاوم الزلازل أكتر بكتير من المباني الغير سيمترية. نفس الكلام في الأشكال السداسية، وكمان في المباني اللي معمولة على شكل قبة زي مبنى الحكومة العراقية القديم اللي اتضرب بقنبلة وزنها أكتر من 2 طن، ومع ذلك الهيكل بتاعه ما تأثرش وفضل ثابت، ده بيرجع لشكله اللي بيقدر يتحمل الأحمال الأفقية. لا، وكمان المهندسين قدروا من المباني القديمة يعرفوا طرق معينة لتقليل خطر الزلازل، يعني لما درسوا الزلازل في اليابان لأنها معروفة إنها أكتر المناطق في العالم اللي بتتعرض لهزات أرضية، لاحظوا حاجة غريبة جداً ومهمة، وهي إن رغم كل الزلازل اللي بتحصل في اليابان دي والخسائر اللي بالمليارات على مر السنين، إلا إن معابد البجودة البوذية هناك ما كانش تقريباً بيحصل ليها أي ضرر. مفيش غير حالتين بس تسجلوا المعابد بجودة منهارة في اليابان بسبب الزلازل في آخر 1400 سنة. أكيد معابد كتير اتهدد بسبب برق أو حرائق أو نتيجة حروب، بس هم معبدين بس اللي اتهدوا بسبب هزات أرضية خلال الفترة دي كلها. طب اشمعنى المعابد دي بالذات هي اللي بتقاوم الزلازل؟ ده لأنه تنفس فيهم واحد من أقدم الأساليب لمقاومة الزلازل واللي بيسموه هناك التشين باشيرا، واللي معناه العمود القلبي، وهو ببساطة عمود ضخم جداً من الخشب عاملينه وسط المبنى ومتثبت في الأرض على عمق مناسب بحيث يمتص هزات الزلازل ويقلل من تأثيرها على المعبد. علشان كده ما تستغربش لما تشوف مبنى زي برج طوكيو سكاي تري في اليابان
اللي الإنشائي عمله بنفس الطريقة اللي اتعمل بيها معابد البجودة البوذية وحقق فيه نفس الفكرة، عمل فيه عمود من الفولاذ وسط المبنى علشان يقوم بنفس الدور بتاع الشين بشيرة، وده فعلاً قدر يقلل اهتزاز البرج وقت الزلازل بنسبة 50%، فدي كانت طريقة قللوا بيها تأثير الزلازل شوية. في مباني تانية بيطبقوا فيها طريقة مختلفة، وهي إنهم بيثبتوا فيها كتلة ضخمة في البرج من فوق، حاجة كده اسمها المثبت الكتلي، مصطلحات أوفر أنا عارف، بس خلينا نقول إنها حاجة كده أقرب للبندول بحيث تتحرك عكس اتجاه الزلزال وبالتالي تقلل من تأثيره، اللي هو من الآخر هتجيلي كده هجيلك أنا كده فمش هتأثر علي. وبالمناسبة الطريقة دي متنفذة في برج شنغهاي في الصين، يعني طريقة ناجحة جداً، وكمان في برج خليفة في الإمارات. كمان في طريقة هنلاقيها منتشرة قوي في اليابان اسمها البيز ايزوليشن أو قاعدة العزل الزلزالية، بيفصلوا فيها أساسات المبنى عن الأعمدة وعاملين بينهم مصدات معينة من المطاط والرصاص بحيث تنقل الأحمال الرأسية عادي، بس وقت الزلزال تمتص الذبذبات وتاخد وتدي مع حركة الزلزال من نفسها وما تنقلهاش للمبنى، أو بتنقلها بس طبعاً ما بتكونش بنفس القوة بتاعة الزلزال نفسه، أقل بكتير. طب هايل قوي، معنى كده إن المهندسين نجحوا في تأمين المباني ضد الزلازل وبكده مستحيل المباني تنهار؟ خلينا أقولك بمنتهى الثقة، للأسف لأ. كل دي حلول اتقدمت علشان تقلل من تأثير الزلازل علينا، تحاول تحمينا أكتر وتقلل الخسائر، بس برضو كل ده احنا نقدر نعمله في المباني الجديدة، المباني التاريخية اللي احنا محتاجين نحافظ عليها من الانهيار، الثروة المعمارية بتاعتنا ممكن نتصرف معاها ازاي؟ هنلاقي برضو ان المهندسين فكروا في الموضوع ده، عملوا جهاز معين بيتثبت تحت الأرض عنده القدرة انه يشتت ذبذبات الزلازل بحيث ما تأثرش على المبنى، بيسموه vibration barriers أو حواجز الاهتزاز. الأجهزة دي مش بس بيستخدموها علشان يقللوا اهتزازات الزلازل، لا، دول كمان بيستخدموها في الأماكن القريبة من السكك الحديد علشان تقلل من الذبذبات اللي بتنتج من حركة القطارات السريعة. وحالياً في أبحاث مشتركة بتتعمل بين جامعة القاهرة وجامعة برايتون في إنجلترا علشان يطبقوا التقنية دي عندنا في مصر حوالين هرم سقارة علشان يحموه من أي انهيار محتمل، خصوصاً إنه تأثر بزلزال 92 بالفعل. الملخص إن جزء من قدر البشر إنهم يفضلوا مرتبطين بالمباني، تاريخنا متسجل على حيطان المباني وحضرنا عايشينه جوه المباني، ومستقبلنا مستحيل نشوفه من غير ما نطور في المباني، علشان كده منطقي تشوف ملايين بتتصرف على أبحاث إنشائية علشان نوصل لطرق جديدة ومحاولات تقلل خطورة الزلازل. والأحداث الأخيرة بتقول للعالم كله إن الزلازل مش بعيد عن حد، الزلازل خصم للإنسان في معركة غير عادلة أنت مش شايفه ولا قادر تتوقع بشكل أكيد ضربته الجاية هتكون فين، ولا حتى هتكون قوية ولا ضعيفة، ومطلوب منك تعمل كل حاجة عندك علشان لما يجي تكون على الأقل مستعدله. علشان كده مهم الأبحاث تكمل والبشر يوصلوا في وقت إن ما يكونش فيه أي خطر من زلزال، سواء في الأماكن اللي بتتعرض لها بشكل متكرر أو الأماكن اللي احتمال تتعرض لها. وبس كده، خلصت حلقتنا النهاردة. لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة، وطبعاً لايك وشير للحلقة، وخلونا نتناقش في الكومنتات لو عندكم أي أسئلة أو معلومات عايزين تضيفوها. واشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة وحكاية جديدة من المعماري.